السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة ياس بلاي. سعدت لكم بحلقة جديدة من لعبات بيس 2018، وسنتابع كأس العالم. لم تسبق لنا صراحة العديد من المباريات، إذا جئنا هنا للمعلومات عن المنافسة مرحلة التصنيف. ستلاحظون يا أصدقاء بأننا استطعنا الفوز بالكاد على الأوروغواي في المباراة السابقة. إذا لم تشاهدوا تلك المباراة فأنصحكم بأن تعودوا وتقوموا بمشاهدتها. فرنسا فازت على نيجيريا 2-0، لهذا السبب سنلعب الآن ربع النهائي ضد فرنسا. إذا استطعنا الفوز على فرنسا فسنتأهل نصف النهائي، يا إما سنلعب ضد المكسيك يا إما ضد بلجيكا. قولوا لي في ردود، من هو الفريق الذي تتوقعون بأن سيتأهل بين المكسيك وبلجيكا وبين البرتغال والدنمارك وكذلك بين ألمانيا وإنجلترا؟ قولوا لي يا أصدقاء في ردود، وهي لكي نبدأ المباراة. بالنسبة للخطة في هذه المباراة سأتركها كما هي شباب، لن أغير فيها أي شيء، رغم أن عندي بعض من اللاعبين معنوياتهم نازلة، لن أغير فيها أي شيء وسأبدأ اللقاء. وبداية المباراة ضد فرنسا، هذه المباراة فإنها ستكون مهمة جدا، لأننا إذا استطعنا الفوز ضد فرنسا فإننا سنتأهل، ولا يجب علينا كذلك الاستهانة بفرنسا، لأن فريق فرنسا فإنها فريق رائع جدا. رغم أن معنوياتنا نازلة، لكن من اللازم علينا على الأقل تسجيل الهدف الأول. أحسنت أحسنت، في ظل هرب سأعود، خذ أمرابط، يا سلام بالهندمر، ولم تمر تلك الباس، بوغبا رجلها فهي طويلة جدا. عليا فقط لعب التيكي تاكا ومحاولة الهجوم والمرور عبر الأجنحة. لا، ما هذا الغلط يا مهدي بن عطية أيها الغبي؟ لاحظتم يا أصدقاء ماذا فعل مهدي بن عطية؟ أحسنت أحسنت أحسنت، ضغطت عليه يا حبيبي، ضغطت عليه. كرة عند أمرابط، زياش، أحسنت، زياش مرة أخرى، ليتس جو، أوكي، كرة عندي، خذ، يا سلام يا سلام، مهدي كارسيلا مار، عندي الكرة، سدت سدت يا حبيبي لكنها لم تمر، ممتاز ممتاز، أعتها أعتها، خذ، هيا، خذ، أعطيته باس، أعطيته يا أصدقاء باس في ذلك الزحام، لكن أوكي أوكي أوكي، سأعود سأعود، عودوا 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 عودوا، جيد جيد جيد، كرة هنا، أحسنت أحسنت، زياش عند داكوستا الأحمدي، يا سلام يا سلام، كارسي الله هرب، كارسي الله هرب يا حبيبي، اوكي اوكي اوكي، شفيق، كارسي الله هرب مره اخرى، ليتس جو، خذ يا ياسين، دمره، لا يا ياسين لماذا لم تدمره؟ العرضيه كانت رائعه جدا. هذه المباراه ستكون اصعب مباراه لعبتها يا اصدقاء في هذا الكاس، لهذا السبب علي التركيز. لا لا، ما هذا الخطا؟ احسنتم احسنتم، او بونو امسك الكره يا بونو، اعطاه، ممتاز ممتاز، اعطاه ورقه صفراء، ماذا فعل؟ اه نعم نعم، لقد ضرب بالهندة، احسنت احسنت يا ايها الحكم. حسنا، هذه الكرات فانها تخيفني كثيرا، ممتاز احسنتم، يا سلام، خذ، كره عندي كره عندي، لاعبين فقط، لكن معنوياتي فهي نازله، لو كانت معنوياتي يا اصدقاء عاليه لاستطعت مراوغه اولئك اللاعبون، ممتاز، خذ من هناك، اوه احسنت احسنت احسنت، اوه لو كانت يا اصدقاء معنوياتي مرتفعه لقمت بتدمير فريق فرنسا 100%، ساقوم بتدميرين. كره ذهبت في الجناح، ذهبت، مشكل مشكل مشكل، هيا كارسيلا، احسنت احسنت كارسيلا، جيد جيد جيد، ممتاز يا كارسيلا، رغم انك ثقيل كثيرا يا كارسيلا، لكن على الاقل احسنت احسنت، على الاقل ممتاز ممتاز جيد، على الاقل استطعنا الضغط على بايت، اوه وحصلنا كذلك على ضربة مرمى، جيد، هيا تحركوا، ممتاز، خذ أنت، فريق فرنسا فإنه يضغط، يضغط علي بطريقة رهيبة جدا، هل لاحظتم؟ مباشرة بعدما أمسك الكرة فإنهم يضغطون علي بثلاثة لاعبين، أحسنت أحسنت بالهندة، أوكي، لكنهم أخذوها، أعادوها ببساطة لبنية الجسمانية يا أصدقاء، وقدرة التحمل فإنها عالية كثيرة عند المنتخب الفرنسي، عكسنا نحن، مهدي كارسيلا، أوكي يا صديقي، ممتاز. وسط الميدان، زياش، أمرابط يا حبيبي يا أمرابط، لقد تقاتلت في المباريات الحقيقية لكن الكرة لم تصلك، أنا متأسف، ممتاز ممتاز، هيا يضغطوا، هذه المباراة فإنها ستكون صعبة جدا، أحسنتم أحسنتم، استطعت إعادة الكرة، يا سلام، الكرة عند ياسين، لا يوجد أي أحد في الهجوم لحد الآن، لا يوجد أي مساند، ذهبت الكرة بسرعة صراحة، هيا يضغطوا، مشكل 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 مشكل، ذهبت في الجناح، كاونتر أتاك خطيرة جدا، هيا احسنت يا كارسيلا، احسنت، اوكي 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 اوكي، هربش يا حبيبي هربش، خذ
باص رائع ونهاية الشوط الأول، نحن متعادلون الآن 0-0. أعتقد بأنني سأغير الخطه أصدقاء، لأنني لا أتوقع بأنني سأستطيع الفوز ضدهم بلاعب واحد في الهجوم. هذه هي الخطة التي سألعب بها في الشوط الثاني. وبداية اللقاء لقد قاموا بتغيير، أدخلوا غريزمان وأخرجوا جيرو. يريدون الفوز، يريدون الفوز عليه، فريق فرنسي قوي. أتمنى صراحة أن نفوز في هذه المباراة وألا يتم إقصاؤنا، لأنني أريد الفوز بهذا الكأس. ممتاز ممتاز، خرجت الكرة لصالحنا، كرة عند بالهندا، أحسنت، هيا يعطيها لي جناح، فيضال، خد، بالهندا، زياش، عند ياسين، أحسنت، باص رائع، ضربة خطأ لصالحي، باص عند كارسيلا، ياسين، أمرابط، أردت يا أصدقاء الهروب بواسطة أمرابط، أحسنت أحسنت أحسنت، لقد ضغطنا عليهم، هيا، الأحمدي، ممتاز ممتاز، ياسين، اوكي الاحمدي يا حبيبي لوحدك، اعدها للوراء، العرضيه منذ الان، اضرب، يا امرابط لماذا لم تضربها يا امرابط؟ عدوا 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 للدفاع، عدوا للدفاع، غريزمان خطير جدا، اعطاها الجناح، لقد عرفتها، لان المشكل عندي فانه موجود في الجناح. هيا خذوا خذوا الكره منه، اضرب الكره، احسنت احسنت، كارسيلا، ممتاز ممتاز، اعدنا الكره، خذ، يا سلام، جميل جدا، ليتس جو ليتس جو زياش، احسنت، كرة رائعة، اعيدها لزياش، هيا تحركوا معي تحركوا معي، خذ، يا سلام، ياسين من هناك يا حبيبي، تسديدة ضعيفة، واو، لو كانت يا اصدقاء معنوياتي مرتفعة في هذه المباراة، لو كانت خضراء وليس حمراء كنت سأدمر فرنسا، لكن لا يوجد أي مشكل، لا يوجد أي مشكل، ممتاز ممتاز، ياسين هرب يا حبيبي، ياسين هرب، خذ زياش، دمره، كيف يا امرابط، كيف ضيعت هذه الفرصة؟ عرضي الآن، لا أعلم يا أصدقائي كيف ضيع امرابط تلك الفرصة، لكن الشيء الذي أعرفه هو أن أريولا حارس خطير، حارس خطير جدا. الشوط الثاني لقد تغير بعدما غيرت الخطة، أصبحت أهجم، أحسنت أحسنت، خذ، ممتاز ممتاز ممتاز، ليتس جو ليتس جو ليتس جو، ياسين هرب يا حبيبي، ياسين هرب، خذ، يا سلام، الأحمدي، مررنا، لا بل فاران، فاران خطير، وانا متاكد بان معنويات فاران فانها مرتفعه في هذا اللقاء، لانكم اذا لاحظتم طريقه اعادته للكرات فهي رهيبه جدا، يمر على اللاعبين كالقطار، احسنت، اعدنا الكره عليه، ممتاز ممتاز الكره عليه، ادخلوا كانتي، كانتي كذلك فان خط وسط خطير جدا، لعبت معه اثناء لعبي مع تشيلسي، مدافع خطير، خذ، ممتاز، ياسين هرب، لا لم اهرب بعد، جميل جميل جميل، شفيق هرب، اوكي يا سلام، كرة عندي، مررت مررت يا حبيبي من هناك، لم تمرت سيدتي، سأعود يا أصدقاء الدفاع، لأن لا يجب علي الضغط عليهم، إذا ضغطت عليهم سأترك لهم المساحات، غريزمان وجد المساحات، رغم هذا وجد غريزمان المساحات، خذوا الكرة خذوا، أحسنتم أحسنتم، كيف خطأ، أعتقد بأنني أصابته في الرأس، لاحظوا لاحظوا، نعم أصابته في الرأس فقط بالغلط، أصلا لقد أخذت الكرة، مشكل، والفريق يا أصدقاء الفرنسي فإنه خطير جدا، أحسنتم أحسنتم، جيد جيد جيد، اضرب الكرة يا حبيبي اضرب، لقد تعلمت من أخطائي السابقة بأن لا يجب علي عمل الباصات، هيا هيا هيا، اضغطوا اضغطوا، ممتاز، هذه هي كرتنا، ليست كرتنا بعد، اضغط، كادوا أن يسجلوها الدقيقة تقريبا في 87، ومع الأسف الشديد لم نستطع تسجيل أي هدف ضد فرنسا، فريق فرنسا صراحة فإنه فريق قوي، والشيء السيء جدا هو أن معنوياتي ضعيفة، لو كانت معنوياتي جيدة في هذا اللقاء من الممكن كنت سأفعل شيء ما، أحسنت، قمنا بإعادة الكرة، لكن انتهى انتهت المباراة 0-0، سنذهب الآن للأشواط الإضافية، مع الأسف يا أصدقاء كنت أود لو استطعنا تسجيل هدف ما، لكن مع الأسف لم نستطع، أحسنت أحسنت، أعطيت الباس مرة أخرى، أوكي من هناك، هيا، لا كيف ضيعتها، كيف ضيعتها يا أمرابط، لقد لعبت بشكل جيد في الحقيقة والآن ضيعتني، لاحظوا يا شباب المرمى فإنه فارغ، شوفوا شوفوا يا أصدقاء، ضرب شوها هنا، المرمى فارغ، ولاحظوا على التسديدة يا أصدقاء، تسديدة سيئة جدا من أمرابط، كيف هذا يا أمرابط، لقد لعبت بشكل جيد في مبارياتك الحقيقة والآن ضيعتني في هدف، هدف يا شباب، إذا تم إقصاؤنا فإن السبب هو أمرابط، لأنه ضيعني في هذا الهدف، ممتاز خذ، أوكي أوكي أوكي، خذ 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 من هناك ذلك الحارس فإنه خطير،
أريو الله يا شباب فإنها خطيرة، معنويات 100% ستكون مرتفعة. من الصعب علي يا أصدقاء صد هذه الضربات. لا أعلم يا شباب ما الذي حدث، لكن كما تلاحظون قمت بالعديد من المحاولات أنا كذلك في هذا اللقاء، مع الأسف الشديد لم أستطع تسجيل الأهداف. ممتاز ممتاز ممتاز، استطعت إعادة الكرة. يا سلام، ذهبنا ذهبنا ذهبنا. خذ، لقد لا ليس لذلك اللاعب، لقد غيرت يا أصدقاء الكرة للمهدي كارسيلا وليس لياسين، غيرت الكرة للجناح الآخر أصلا. أحسنت أحسنت، المهدي كارسيلا هرب. أوكي، لم تمر. واو واو واو، مباراة خطيرة جدا. في هذه المباراة ضيعت أهداف محققة، 100% أهداف ضيعتها، والسبب ببساطة هم اللاعبون. أحسنت أحسنت يا ياسين، اضغط اضغط على ذلك الشخص، معنويات وصراحة فإنها نازلة جدا حمراء. لهذا السبب لا يستطيع ياسين فعل أي شيء في هذه المباراة. ها، كرة جميلة كرة جميلة كرة جميلة، واستطعت تسجيل الهدف رغم ان معنوياتي نازله، معنوياتي يا شباب فانها حمراء، واستطعت تسجيل هذا الهدف. واو واو، لقد عملت لوب، ارسلت كره عاليه فوق من الحارس ولم يستطع الحارس صدها. عكس هذا فان الكرات الارضيه يستطيع صدها. شو شو شو، كره عاليه يا حبيبي، ممتاز ممتاز. واخيرا بعد عناء طويل جدا استطعنا تسجيل هدف. ممتاز ممتاز ممتاز. الان لن اغامر يا شباب، بل سالعب تيكي تاكا وساقوم بتبريده اللعب، لان من الصعب تسجيل الاهداف على هؤلاء الفرق، اصبحوا يلعبون بطريقه خطيره جدا. احسنت احسنت، كارسيلا كره عند شفيق، وخصوصا ان اللاعبون كذلك لقد تعبوا. الاحمدي عند زياش، لا لا، اعطيت كره لبوغبا، بوغبا دائما ياخذ مني تلك الكرات لان رجليه فهي طويله. هيا هيا هيا، اذهب اذهب يا ابن عطية. احسنت يا ابن عطية، يا سلام يا سلام. خذ الكرة انت، اعيدها لوسط الميدان، اضرب انت، ممتاز. الكرة عند ياسين، خذ، ممتاز ممتاز. هرب الاحمدي، هرب الاحمدي يا حبيبي، هرب الاحمدي، جميل جميل. خذ زياش، ذهب، يا سلام، واستطعنا تسجيل هدف ثاني. رصاصة الرحمة يا حبيبي من طرف زياش، يسجلها في آخر لحظات، راوغت فاران. شو هنا هربت الأحمدي صراحة، احتفظ بكرتين، عدت للوراء، باس، ذهب فاران يا حبيبي، واستطع تسجيل هدف. واو واو، أخيرا أخيرا فتحت لنا الأبواب لكي نستطيع تسجيل الأهداف، واستطعنا التأهل. يا سلام عليك، سجلت الهدف يا أصدقاء. لاحظوا لاحظوا الفريق الفرنسي فإنه غضبان جدا، ونجم المباراة بطبيعة الحال هو أنا. رغم أن معنوياتي كانت سيئة جدا في ذلك اللقاء، استطعنا الفوز على فرنسا 2-0، المكسيك فازت على بلجيكا 4-2، واو فريق المكسيك فإنه خطير جدا. دنمارك فازت على البرتغال 2-0، وألمانيا فازت على إنجلترا 1-0. وسنلعب يا شباب نصف نهائي ضد المكسيك، فريق المكسيك فإنه خطير جدا، لكن لا تقلقوا سنحاول الفوز عليه. إذا استطعنا الفوز عليه فإننا سنتأهل للنهائي، لكننا إذا لم نفوز عليه سنلعب المباراة الفاصلة لكي نرى هل سنستطيع الحصول على المركز الثالث أم لا. دنمارك ستلعب ضد ألمانيا، أنا متأكد بأن ألمانيا ستفوز على الدنمارك، ومن الممكن أن النهائي سيكون بين ألمانيا وفي الضفة الأخرى يا إما ضد المغرب أو المكسيك. لكنني سأودعكم الآن، أتمنى أن حلقة اليوم عجبتكم، إذا عجبتكم فلا تنسوا قوم بدعمنا بالضغط على زر لايك، انشروا المقطع مع أصدقائكم، والسلام عليكم ورحمة الله. كما يكون الأبطال.